للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ عبد العزيز المعمري. مساء الخير وأهلا بك معنا في نشرة الأخبار. بداية دعنا نتحدث عن المرحلة المقبلة في دولة الكويت مع تولي سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. في البداية دعونا نعزي أهلنا وشقانا في دولة الكويت وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ مشعل أمير دولة الكويت، وحفظ الله الكويت وأهلها وحكامها. بالنسبة للمرحلة القادمة دعونا وشنا نتكلم عن الشيخ مشعل. طبعا تقريركم غطى معظم النقاط عن الشيخ مشعل. طبعا ما يميز أنظمة الحكم في دول الخليج بشكل عام والكويت إحداها أنها أنظمة مستقرة وحكامها هم أساسا من مؤسسة الحكم، فمنذ بدايتهم ينشؤون في بيت الحكم فتكون لديهم خبرة بكيفية إدارة الأمور سواء في الشأن الداخلي أو الخارجي. والشيخ مشعل حفظه الله عاصر عدد من الأمراء وعدد من الحكام الكويت لا يقل عن 4 حكام خلال الفترة الماضية، فهو تعلم الكثير منهم كمدرسة حكم بالإضافة إلى خبرته العملية في القطاعات التي ذكرها تقريركم. هذا من جانب. كذلك شخصية الشيخ مشعل من الشخصيات المعروف عنها أنه شخصية حازمة مطلعة متابعة حازمة، وأنا أتوقع يعني سوف تكون الكويت خلالها دائما في كل فترة حكم لديها نقلات متميزة وسوف تكون له بصمات واضحة إن شاء الله. إن شاء الله. نعم أستاذ عبد العزيز، ماذا عن السياسة الخارجية لدولة الكويت؟ كيف تقرأ مستقبل أو مستقبل هذه الرؤية لسمو أمير دولة الكويت؟ دعونا ننطلق من تصريح سابق للشيخ مشعل منذ فترة، ذكر أن الكويت باقية على التزاماتها الخليجية والإقليمية والدولية، وأنا أعتقد أن هذا منهج ومسار للسياسة الكويتية. إذن سوف تبقى الكويت باقية على التزاماتها، لكن دعونا نأخذها من عدة دوائر. الدائرة الأولى هي دائرة علاقاتها مع دول الخليج، وطبعا هو العمق الخليجي مهم جدا لدولة الكويت. نعم. وأنا أعتقد أن سمو الشيخ سوف يركز على تعزيز علاقاته أكثر والتنسيق مع دول الخليج بشكل أكبر، خاصة أن العالم والمنطقة تمر بتطورات كثيرة وخاصة مع تشكل نظام عالمي جديد، فهذا يحتاج مزيد من التنسيق. هذا من جانب الإقليمي. طبعا سمو الشيخ وقع خلال الفترة الماضية بحكم الصلاحيات التي منحها له الأمير الراحل عدد من الاتفاقيات الدولية، من ضمنها عدد من الاتفاقيات مع الصين، والصين دولة طموحة وترغب بتواجد لها أكثر في منطقة الخليج العربي، وأعتقد سوف تكون علاقات مع الصين أنا أتوقع أنها سوف تعزز أكثر وتقوى أكثر خلال مرحلة الشيخ مشعل، وبالإضافة إلى تفعيل الدور الدبلوماسي أكثر مع الكويت، لأن الكويت من الدول مثل ما ذكر الدكتور علي العنزي قبل قليل أنها تعمل توازن كبير في المنطقة ولديها علاقات متميزة، أعتقد أنها سوف تكون وسيط كذلك في كثير من الأزمات مستقبلا. نعم، من أبو ظبي الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ عبد العزيز المعمري، شكرا جزيلا لك.